السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. هكون معاكم دلوقتي ولمده ساعه على الهوا ان شاء الله. هنعمل فيها وصفه كلنا بنحبها وهي الرز المعمر بالفراخ، وهنعمل كمان وصفه تانية برضو تنفع للعيد اللي هي بسكوت او كوكيز ابيض واسود مع بعض، يعني نصه بالكاكاو ونصه ابيض. الوصفتين حلوين وان شاء الله هيعجبوكم. وكمان ما تنسوش ان كل الوصفات البرنامج هتنزل بعد البرنامج على طول على صفحة زعفران وفانيلا على الفيسبوك، وكمان ما تنسوش تدخلوا وتشوفوا التطبيقات اللي وصلتنا من المتابعين الكرام اللي اشتركوا في المسابقة، واللي بكرة ان شاء الله هنعلن اسامي 3 فايزين او فائزات، هم اللي هيكسبوا معانا 3 كتب من كتاب الطبخ بتاعي عالم غادة التلي. خشوا على البيج وشوفوا التطبيقات اللي جات لنا واعملوا لايك للتطبيق اللي هيعجبكم. طيب دلوقتي عايزين نعمل اول وصفه بتاعتنا النهارده، هي وصفه بسيطه جدا بس طبعا طعمها اصيل، يعني طعمها رائع. الوصفه دي علشان نعملها عايزين لبن طبعا ورز، فراخ مسلوقه، والفراخ انا مطيباها بحاجات كتير، يعني مرقه الفراخ فيها حاجات كتير، فانا مش هحط بهارات كتير في البرام بتاعي لان انا اوريدي حاطه في الشوربه. فعندنا فراخ مسلوقه وزبده او سمنه زي ما تحبوا، مرقه الفراخ، بهارات، جوزة الطيب، ملح وفلفل وقشطه. شوفوا انا هعمل ايه دلوقتي، انا دلوقتي عندي الشوربه هحطها هنا، تمام. انا الشوربه دي اوريدي مكثفاها، يعني انا مثلا لو سلقه فرخه دي الشوربه اللي طلعت من الفرخه بتبقى قد كده، انا بحطها على النار بخليها تفضل تنزل 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 لغايه ما تبقى بهريز، تقصر تقصر لغايه ما تبقى بهريز. انا عايزه بهريز، يعني مش بسلق الشوربه الفراخ وزي ما هي بروح واخداها وحطها على اللبن، لا انا بخليها كتير مركزه وبعدين بحطها على اللبن، تفرق في الطعم جدا 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 جدا. حاطه انا ايه لمرقه سلق الفراخ، حاطه لها بصله وحاطه حبهان، حاطه ورق لورا وحاطه قرفه وحاطه بهارات حب، كمان حبوب، بهارات الحبوب، بهارات حب يعني، وحاطه طبعا ملح وفلفل. وزي ما قلت لكم اللي هيفرق كتير معانا ان احنا زي ما قلنا نحط الشوربه على النار تقصر خالص كتير، هتفرق في الطعم. عندنا قشطه طبعا، احنا قلنا قشطه صح؟ قشطه اه طبعا. طيب ويا زبده يا سمنه زي ما تحبوا، وكده نبقى احنا عندنا المكونات كلها. هنستنى بس شويه عشان بخليها تقصر زياده كمان لغايه ما تبقى مكثفه خالص. ودلوقتي عندنا الفراخ المسلوقه، نفس الطريقه تقدروا تعملوها مع الحمام مع البط زي ما تحبوا. خلينا نفصص الفراخ بتاعتنا، وبعدين واحنا بنفصصها بنقرا معاكم شويه من الكومنتات بتاعتكم، لان امبارح ما قريناش خالص للاسف، ما كانش في وقت ابدا، فالنهارده هنقرا شويه. امبارح ما كانش في وقت، ما فيش غير بس ان احنا نعرض الكحك بتاع عاشور اللي هو معانا هنا طبعا زميلنا في السفره في الاكسسوار، والكحك بتاع طمان، ابراهيم طمان مخرجنا الجميل اللي عمل الكحك هو ومراته وولاده، وعاشور كمان عمله هو ومراته وولاده. طيب خلينا دلوقتي نشوف كده، انا هفصص الفراخ، وانا بفصص الفراخ بستقبل تليفوناتكم وكمان بقرا كومنتاتكم. معانا امل، اهلا يا امل. كل سنه وانت طيبه. يا اهلا وسهلا بيكي. الله يخليكي، كل سنه وانت طيبه، كل سنه وانت دايما متالقه حبيبه قلبي، كل سنه وانت دايما نجاح لنجاح. ربنا يخليكي ويوفقك ويسعدك. مهما اقول صدقيني مش عشان بتكلم في التلفزيون، مهما اقول بصراحه مش هديكي حقك، ولا والله والله والله
والصيام يربي البيت اللي انا زرته مش هديكي حقك. يا قلبي ربنا يخليكي يا رب. انتي طيبه قوي 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 وحنينه جدا جدا. ربنا يخليكي تسلمي. والله يا رب. مش بقول كده عشان بكلمك ده انا بتفرج عليكي كل يوم بس ده من قلبي والله العظيم. ربنا يخليكي يا رب يعني بجد كلك ذوق وربنا يسعدك كده ويفرحك بحبايبك يا رب. انا وانتي يا حبيبه قلبي ودايما يا رب دايما اشوفك كده دايما بخير دايما على طول يا رب. انتي وكل اللي بيسمعونا يا رب واللي مش سامعنا كمان. شكرا يا حبيبتي على تليفونك. طيب عندنا مين؟ عندنا انا بنت الاصول. انا بنت الاصول بتقول انا بحبك قوي وبعشق رقتك وشياكتك بجد بجد ربنا يخليكي. شكرا. كل سنه وانت طيبه يا روحي وبليز عايزه رقه الكباب الحله. وبتبعت اهداء لصاحبتها منى مصطفى وكل اهلها. كباب الحله انا بعمله بطريقه بسيطه خالص بس بيطلع طعمه طبعا حلو جدا. هي طبعا بنجيب لحمه كباب حله بحط سمنه على النار بعدين بحط كباب الحله لحمه عليها بسيبها بقى تتحمر على النار تقريبا بتاع تلت ساعه نص ساعه نص ساعه تحمير 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 على نار وسط الاول عاليه وبعدين وسط. وبعدين لما بتقرب ان خلاص انا خدت اللون اللي انا عايزاه وده بياخد وقت طويل مش وقت قليل ببتدي احط بصل وبحط توم بحط تقريبا بصلتين وبحط توم وبعدين ببتدي انزل بقى وملح وفلفل وبهارات وممكن ورق لورا وببتدي بقى بالليل بالراحه قصدي انزل مش معقول الصيام واللي عامله فينا وببتدي انزل بالميه شويه شويه يعني مثلا كوبايتين ميه وبخلي النار وسط بس يستوي برجع بحط لهم كوبايتين تاني وبخليها تتحمر تاني وكده لغايه ما تخلص عندي خالص. ودايما دايما بحب لما اعمل كباب الحله او الروستو احط اعمل معاها على جنب كده بطاطس بيوريه بحسهم هما الاثنين اصحاب جدا يعني كتير بيليقوا على بعض. طيب خلينا نشوف انهي صباع اللي نضيف ده نعمل كده وكده ونقرا تاني ده كباب الحله. ام ياسين عايزه مدام غاده بحبك انا وماما انا مصريه عايشه في قطر انت رقيقه وجميله. شكرا يا حبيبتي. ممكن اعرف طريقه الجيلي؟ بصي انا نزلته قبل كده عملته قبل كده معلش تشوفيه على جوجل يمكن اسمه لا اسم لا مش ده اللي هي طالبه. هي طالبه الكاندي اللي عملناه اللي هو كان اشكال عملنا اشكال دببه وحاجات صغيره من الجيلو ده اللي هي طالباه فهو كان اسمه كاندي تقريبا كاندي الاطفال او حاجه كده تقدري تشوفيه على جوجل. ومعانا احلام. الو. ايوه يا غاده. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ازيك يا غاده عامله ايه؟ اهلا اهلا بيكي. ازيك يا حبيبه قلبي؟ كل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه طيبه وانتي وحبايبك طيبين واسرتك طيبه بخير هنا وفي الاردن طيبين كلهم. ربنا يخليكي يا رب. ايوه اسره البرنامج الجميله انا بقول لسالي فؤاد بقول لها بموت فيهم يعني اسره البرنامج بجد وكل الشيفات اللي في سيدي سفر. ما هم بصراحه لو عرفتيهم يعني. بقى كمان على الحقيقه هتحبيهم بزياده جدا. انا نفسي كده بجد والله نفسي اشوفهم على الحقيقه. اسمعي كانهم متنقين على الفرازه. لا فعلا بجد. والله صح والله صح بجد يعني. وسلامي طبعا لدعاء حبيبتي ورضوى وريهام كلهم ممتازين يعني. ايوه دي كلهم. حقيقه دي حقيقه دي حقيقه والله بجد ربنا يخليكي يا حبيبتي وانتوا بقيتوا من عيلتنا كمان. وسلامي لحبيبتي كريمه في اسكندريه. أيوة. وكل اصحابي اللي في اسكندريه حبايبي ام ياسمين كلهم يعني ربنا يخليكم لبعض ان شاء الله. وطبعا مدام سهام هنا في مصر سلامي ليها وربنا يديها الصحه والعافيه يا رب ان شاء الله يا رب عليها. ان شاء الله يا غاده تعبناكي يا حبيبتي. ده انت ونورتوني ربنا يخليكي. شكرا. شكرا. طيب انا لسه سايبه الشوربه شايفين خليها 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 لغايه ما تقصر على الاخر انا مش عايزاها تجيلي وهي لسه فيها عايزاها مكثفه انتوا عارفين قصدي ايه. المهم دلوقتي هناخد الرز اللي عندنا واللي عندنا يا زبده يا سمنه قلنا هندهن الطاجن بتاعنا. نعم اتفضل. بكرة إن شاء الله عندنا حلقة لطيفة خفيفة ظريفة مع نوجة حبيبة قلبي نجلاء. استنونا بكرة إن شاء الله مع نجلاء. بقيت اليوم ماشي عادي خالص بس كده هنروح نونس نجلاء وهي بتشتغل الصبح في الحلقة بتاعتها. بندهن كده القالب بتاعنا بالزبدة طاجن
وزي ما قلنا يا زبده يا سمنه زي ما تحب. هناخد دلوقتي الرز اللي عندنا، هحط نصه تقريبا هنا كده. هجيب بقى الفراخ اللي احنا عملناها، هو بس كده يعني شعور مش اكتر، ان انا بحب احط لها يعني احط لنفسي الفراخ ملح وفلفل، مع ان لما اجي احط الشوربه الملح والفلفل اللي فيها هينتشروا في بقيه الرز، بس هو كده يعني شعور ان هو الواحد عايز يتبلهم. نحطهم بقى دلوقتي فوق الرز. ونفس الطريقة لو عايزين تعملوه بأي حاجة تانية، برتقان قصدي بط حمام زي ما تحبوا. تمام كده. هناخد بقى بقية الرز اللي عندنا وهنحطه. زي ما قلنا أنا مش حاطة توابل كتير فيه، بس أنا حاطة توابل كويس قوي في المرقة. خلاص دلوقتي إحنا هنستنى لغاية ما المرقة بتاعتي تكمل تقصر شوية كمان، مش هحط دلوقتي البتاع، أنا هستناها تقصر كمان أكتر من كده علشان خاطر أحطها وأنا عارفة أنها بقت مكثفة والنكهة فيها بقت قوية، مش زي لما بتكون كتير. يعني إحنا لما بنحط مثلا لتر شوربة وبندوقها مش زي لما بنحطها على النار وبنطلع بكوباية مثلا، فهو ده اللي انا عايزاه، كل الطعم بتاعها يتركز، لان انا مش عايزه احط مرقه كتير. يعني انا عايزه مثلا لو هحط مثلا 3 كوبايات لبن هحط قدامهم كوبايه واحده بس مرقه، فانا عايزه الكوبايه دي تبقى كتير مركزه. ليه بقى فاصل ولسه كنا هنبتدي نقرا؟ طيب ماشي، هنطلع دلوقتي فاصل وهنرجع بعد الفاصل هنكمل الرز المعمر بتاعنا، وهنكمل تواصل معاكم، لان امبارح ناس كتير جدا زعلوا لاني ما قريتش معاكم من التاب. فهنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل وصفتنا ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي الشوربه بتاعتنا يعني شوفوا بقى ازاي نزلت بقت قد ايه، حتى لونها بصوا لونها بقى عامل ازاي، لان كل فين اروح اهو شايفين لونها ازاي، ما بقاش يعني خلاص النكهات كلها ابتدت تتركز، وانا كده بقى عندي تقريبا الكوبايه اللي انا عايزاها دي مرقه سلق فرخه كامله. شوفوا طلع منها ايه، كوبايه، يعني فضلت اعمل فيها اقصر فيها لغايه ما بقت كوبايه فقط. دي الطريقه اللي انا بحبها للرز المعمر، تخيلوا انتوا هنا دي مرقه سلق فرخه كامله. تمام، هناخد بقى دلوقتي المرقة بتاعتنا وهنحطها على الرز. طبعا هي يعني هتختلط هي مع اللبن لما ارجع احط اللبن عليه. وهنكمل دلوقتي، المهم عندي ان انا حطيت كوباية المرقة المكثفة جدا بتاعتي حطيتها. بكمل بقى دلوقتي باللبن اللي عندي، بكمل لغاية ما يبقى عندي عيار ايه، يعني كانت دايما جدتي الله يرحمها تقول اعملي عقلتين صباع فوق الرز، فيعني هنعمل عقلتين صباع. هي دي حاجات الناس القديمة، حاجات الناس القديمة اللي انا بحترمها جدا، العادات والتقاليد القديمة دي والتراث ده انا بحترمه جدا وبمشي عليه، حتى لو هو طلعت حاجات حديثة دلوقتي، بس أنا بفضل دايما حاجات معينة، بفضل دايما مرتبطة بالحاجات القديمة دي وبكون مبسوطة وفخورة جدا وأنا بعملها كمان. طيب دلوقتي كده بالظبط العقلتين اهم. هناخد بقى قشطة وزبدة وحاجات على الوش، احنا ما بناكلش الرز المعمر كل يوم، بس لما نيجي ناكله ناكله صح، صح كده؟
طيب نحط شوية زبدة هنا. طيب وهناخد القشطة وبلدي يا جماعة، بلدي بلدي قشطة بلدي، وعلى الوش. معلش معلش أرجوكم اللي بيعمل رجيم ما يبصش علينا، زي ما قلنا مش كل يوم بناكل الأكل ده، بس يوم ما ناكله لازم ناكله على أصوله. لا مش لدرجة كل يوم ناكله برضه، طول بالك. خلاص هناخد بقى الرز المعمر بتاعنا وهنحطه في الفرن. هيطلع حاجة بقى ايه، هو الرز المعمر طول عمره قنبلة قنبلة. طيب ناخده بقى ونروح على الفرن، هنحطه على درجة حرارة عالية يعني تقريبا لغاية ما احس ان اللبن ما فضلش فيه غير يدوب حبة فوق الوش صغيرين جدا، بعديها هعدي النار، يعني كأني بسويه على النار البوتاجاز بس في الفرن. تمام، لو لقيت ان الوش اتحمر زيادة بغطيه بفويل. معانا ام اسلام، اهلا يا ام اسلام. اهلا بيكي يا دودو يا حبيبتي، عاملة ايه؟ اهلا وسهلا بيكي، كل سنة وانتي طيبة. وانتي وحبايبك طيبين وبألف خير يا رب. ربنا يعود عليكي الايام بخير يا حبيبتي يا رب. وعليكي وعلى كل حبايبك يا رب. يا حبيبتي عايزة اشكرك بجد والله على كل اللي قدمتيه في رمضان وبتقدميه وتعبك معانا. مفيش تعب خالص، ربنا يبارك لك يا رب. بالعكس. وانا بحترم جدا الرأي اللي انتي قلتيه على التراث القديم، فعلا القديم عمره ما يتعود ابدا يا غاده. بالظبط بجد والله، بالظبط كده. يعني انت شوفي متعتك وانت قاعده مثلا بتنقشي الكحك ولا بتحطيه في القالب، القالب حلو وبيسعفني بس المنقاش هو الاصل. لا صح، ومش لا هيرجعك، مش هيرجعك للايام الجميله واللي قضيتيها وانت صغيره بجد مع فعلا. الناس الكبار بتوع عيلتنا مش هترجعي وانت بتحطي مش عارف في كام حاجه كده يعني الواحد حاجات كتير فعلا طقوس كده كانت في رمضان، الواحد اول رمضان ما بيجي بيفتكرها ما يقدرش ينساها ابدا. صح، يعني شوفي منظر ال انا بجد عايزه اشكركم كلكم، اشكر ربنا فعلا قناه سي بي سي سفره، بجد قناه فعلا اثبتت ان هي رقم واحد في مصر. لا بجد والله انا مش معاكي كلكم. لا انا مش معاكي. مش معايا؟ لا ليه؟ قناه سي بي سي رقم واحد في الوطن العربي. وفي الوطن العربي ماشي. ابدا مش في مصر بس. بجد والله عايزه اقول لك قناه محترمه جدا، ربنا كل الشيفات بتكمل بعضيها، دي حقيقة. كلكم فريق عمل بجد محترم جدا، سواء من شيفات سواء من اخراج، اللي ورا الكاميرات، الاعداد، البنات اللي في الاعداد، بجد والله كلكم محترمين، ربنا كلكم بجد ربنا يبارك لكم. وعايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين كلكم، ربنا يعودها عليكم الايام بخير، وكل سنه وانت طيبه وكل حبايبك في الاردن كل سنه وهم طيبين، اهلنا واخواتنا وحبايبنا كل سنه وانتم طيبين يا حبيبتي. مامتي واخواتي وانت كمان كل سنه وانت طيبه وماما طيبه واخواتك، وبجد والله كلكم كل سنه وانتم طيبين وربنا يعودها عليكم الايام بخير يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا رب. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي. شكرا على تليفونك الحلو. طيب احنا قلنا اهو حطيناه في الفرن دلوقتي على درجه حراره عاليه، كاني بطبخه على البوتاجاز بس في الفرن. اول ما الاقي اللبن ابتدى يقل هو والشوربه ههدي النار، وبعدين لو احمر زياده تاني بنقول بنغطي وشه بالفويل وبنشيلها في الاخر خالص، لغايه بقى ما المخرج بتاعنا الجميل يقول لنا يلا على الفاصل. هنقرا شويه من الكومنتات بتاعتكم. طيب مريم الفقير الجميلة، حابة أشكرك شكر كتير لوصفاتك ولتعليمك، بدعتي وتألقتي، كل سنة وانتي طيبة يا مريم، ربنا يخليكي يا حبيبتي. إيمان عبد الوهاب منورة الشاشة، وكل سنة وحياتك بخير وسعادة وانتي كمان وكل حبايبك. إيهاب الزيات الجنرال، ازيك يا أحلى شاف، أنا ياسمين من أسيوط، حبيت أشكرك، أنا عملت الكحك وطلع روعة جدا جدا، ألف هنا وشفا، ربنا يبارك لك. وعايزه طريقه اللانكشاير حالا، هننزل لك طريقه اللانكشاير لو سمحتي يا هدى.
برضو وآية إبراهيم، إزيك يا أحلى غادة، ربي يسعدك وكل سنة وأنت طيبة. وطريقة عمل البيتي فور، حاضر، يبقى عندنا اللانكشاير والبيتي فور هننزلهم على الشاشة حالا. ياسمين أحمد يوسف بتسلم على جوزها وبناتها جورجا وندى وماما ومحمود ومحمد وكريم وإخواتي، وشكرا، ربنا يخليهم لك وكل سنة وأنت طيبة. نانسي نوسة، أنا بحبك قوي، بحب كل أكلك ما شاء الله جميل، وعايزة طريقة البيتزا والكحك. طيب ننزل طريقة الكحك وطريقة البيتزا هقولها لك، حاضر حاضر. داليا عمر، شيف غادة أنا معجبة بحضرتك جدا، من ذوق ورقة وإتيكيت، وطبعا وصفاتك ملهاش مثيل. شكرا يا داليا، وإن شاء الله كده دايما عند حسن ظنكم. مقادير الكحك أهي، وهنطلع دلوقتي نشوف كمان على اللانكشاير والبيتي فور. طيب مين تاني عندنا؟ آية أحمد، مستنياكي عشان لما نزلت البوست، يا أجمل شاف، ربنا يخليكي، بحبك وبحب شياكتك ومكياجك يجنن قوي. طيب المكياج كمان، يعني إحنا يمكن دايما بيبانوا معانا اللي في الاستوديو، بس ياسمين، ياسمين الجميله هي الميك اب ارتست بتاعت سي بي سي سفرة، ياسمين طارق هي اللي دايما بتمكيجنا وبتاخد بالها مننا كلنا، فبرضو انا بوجه لها تحيه، وكل سنه عمرها ما اتاخرت فعلا. يعني انا شفت ناس كتير ملتزمين بشغلهم، هي من الناس اللي فعلا ملتزمين بشغلهم، لا بتتاخر في مواعيدها وهي جايه الصبح، وبتفضل معانا من الصبح لغاية بالليل، حتى لو عندنا تصوير بعد الفطار هي قاعدة معانا على طول. فبجد يا ياسمين انت بطلة. واللانكشاير اهو على الهوا. هبة قدسات ام كرم، شكرا. مروان ومالك، بجد انا زعلانة. ليه بقى زعلانة؟ من ايه قولي لي؟ لو ما كناش قرينا تعليقك قبل كده بعتذر، لان طبعا الوقت بيحكمنا وبيبقى فيه تعليقات كتير جدا. شيماء طالة، شكرا. حنان محمود، ملكة التشيز كيك، شكرا، كل سنة وانت طيبة. ونورين محمود، أنا بحبك جدا وعايزة طريقة الكحك، نزلنا لك طريقة الكحك، ودلوقتي بننزل طريقة البيتي فور للي طلبوها كمان. كده يبقى فاضل اللانكشاير، صح؟ اللانكشاير نزل الأول، خلاص يبقى احنا كده نزلنا كل الموجودين، كل اللي طلبوا. طيب نانسي نوسة، انا بحبك قوي وبحب كل اكلك ما شاء الله جميل، وطريقه البيتزا والكحك نزلنا الكحك والبيتزا هقولها لكم، حاضر. وانتي ارق مذيعه، شكرا، واحلى مذيعه على سي بي سي، شكرا، ربنا يخليكي. كل اللي في سي بي سي ما شاء الله انتوا احلى قناه، ربنا يخليكي، تحيه كبيره مني ومن كل زملائي وزميلاتي في سي بي سي سفرة. طيب ننزل كل ده، دول قريناهم. ايه قرينا؟ قرينا لا، بسمة العبد الله، احلى شاف، عم نتابعك من سوريا ومنحبك كتير كتير، طلتك بتجنن ووصفاتك بتشهي، مشكورة على كل اللي بتقدميه، تحياتنا ليكو ولكل حبايبنا واهلنا اللي في سوريا، كل سنة وانتم طيبين. زمورة كمال بتقول تسلم ايدك ووصفاتك، ويا ريت تقولي لي اماكن بيع الكتاب. الكتاب، وبتبعت اهداء لجوزها محمد ثروت، وتقول له كل سنه وانت طيب وينعاد عليك بالخير. الكتاب بيتباع في كل حته صراحه، بكل يعني في كل حته، موجود في حتت كتير قوي. ممكن تخشي على صفحتي كمان هتلاقي تحت شويه اماكن البيع ونمر التليفونات. طيب أمنية مجدي بتقول جميلة قوي ما شاء الله، ربنا يحفظك، لو سمحتي عاوزة أعرف درجة حرارة الفرن للبسبوسة والبسبوسه المحشيه بالقشطه طريقتها ازاي؟ درجه حراره الفرن 180، والبسبوسه اللي محشيه بالقشطه هنزلك الطريقه بعد الفاصل، طريقه تحفه تحفه، اعمليها وهتنبسطي منها جدا. اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل مع بعض الكوكيز الابيض واسود، لذيذ وبيرضي جميع الاذواق، اللي بيحب الفانيليا هياخد حته، واللي بيحب الشوكولاته كله هتلاقوه في حته صغننه كده. الكوكيز علشان نعمله هنعمل ايه؟ عايزين مكونات بتاعتنا 250 جرام زبده بحراره الغرفه، وعايزين عليها كوبايه زيت،
كوباية سكر بودرة، 3 بيض، فانيليا، ربع كوباية نشا، 3 كوب دقيق تقريبا، حطوا خطين تحت تقريبا، ومعلقتين كبار كاكاو. طيب فين الكاب؟ احنا طالع عايزين كاب علشان خاطر الكاب بتاعنا فين؟ ماشي هنا اهو. هناخد الكاب بتاعنا وناخد الجلافز كمان لان هنعوزهم. انا هاخد الكاب بس عشان ايه نشوف معاكو هناخد هنعوز قد ايه من الوصفه بتاعتنا. هنحط دلوقتي الزبده والزيت مع بعض في العجانه. 250 جرام من الزبده الطريه، ومعانا ام جوزيف. اهلا يا ام جوزيف. اهلا يا شيخ غدا، ازيك عامله ايه؟ يا اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. وانت وحبايبك طيبين. وتسلم ايديكي في اللي عملتيه كله في شهر رمضان، كانت حاجه جميله وحاجه روعه طبعا. انا مبسوطه انه عجبك. طبعا انت جميله، والجميل يعمل جميل زيه طبعا. ربنا يخليكي، ربنا يسعدك. بامانه انت جميله وحلوه، ربنا يخليكي. كل الشفات اللي معاكم حلوين، ربنا يخليكي يا رب، ربنا يخليكي. إيه. بنبعت تهنئه للقناه طبعا، بنقول لهم كل سنه وهم طيبين، ونبعت تهنئه لحبيبه قلب ام اسلام، بقول لها كل سنه وهي طيبه، وكل المشاهدين قناه سفره. ومعلش يا غدا، نزليني البتفور اللي نزلتوه من شويه، خشتوه بسرعه، نزليه بقى الفتره الثانيه معلش. حالا حالا حاضر، وكل سنه وانت طيبه. شكرا على تليفونك. طيبه يا روحي، شكرا يا مع السلامه. باي باي. طيب ننزل طريقه البتفور. هنخلط بس الزبده كده شويه الاول لغايه بس ما احسها فكت، بعدين هحط الزيت، وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط البيض. عندنا 3 بيضات، نبتدي بقى نلبس الجلافز. ومعانا كريمة. اهلا يا كريمة. ازيك يا دودو، عاملة ايه يا قمر؟ يا اهلا وسهلا، كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي. وانتي وحبايبك بألف خير يا والله رب. والله وانتي وحبايبك واسرتك الجميلة ومامتك وولادك أمين. وكل مشاهدي طبعا غاده وسيدي في كلهم. ربنا يخليك يا رب. انا والله بعت لك معتلي من شويه. والله ما انا ما بكونش ما بشوفش الحلقه، بكون في المطبخ تحت بجهز. ربنا يقويكي، ما انا عارفه ان انتوا طبعا بتبقوا بالاول بتحضروا حاجات، فربنا يا رب يخليكوا لينا. ربنا دايما ممتعين ومتجددين، وبجد يعني يجازيكوا خير على كل الحاجات الحلوه اللي انتوا بتعملوها. يعني ربنا يخليكي. وعايزه اشكرك كمان على حته دايما ان انتوا بتكملوا بعض، ودايما بتقولوا احلى كلام لبعض. طبعا بجد احلى علام طبعا لكل الجيل اللي طالع. طبعا وكمان عايزه احييكي بقى على حلقه بكره ان شاء الله مع نجلاء، لان نجلاء برده من الشيفات المميزات الحلوين زيكم طبعا. طبعا واحلى حاجه برده زي ما انت ما بتقولي فعلا، ان المناقيش ديت بتبقى تراث جميل قوي قوي. انا عندي بقى المناقيش بتاعت جده مامتي. والله اللي هي النحاس، فاكراها زمان اللي كانت بتبقى رسمه عصفوره عندي وحاجات كده. عندي عندي كله عندي. دي بقى ثروه دي، انا بحب الحاجات دي بصراحه. طبعا اللي ربنا يخليكي لينا يا دودو. ربنا يخليكي. عايزه ابعت طبعا تحيه لماما احلام، وطبعا ام تامر روحيه وام جوزيف، كل حبايبك بقول لهم، وكل حبايبنا على مستوى العالم كله، كل سنه وهم طيبين. دايما بعوض الايام تنفعونا، وتبقي دايما متجدده، وتدينا مقاديرك الجميله وحاجتك الحلوه اللي زيك يا دود. ربنا يخليكي يا حبيبتي، وشكرا كتير على تليفونك، وكل سنه وانت وحبايبك بالف خير. طيب هنحط البيض، وبعد البيض هنحط الفانيليا، بعدين هنحط السكر البودره، وهنحط النشا مع بعض بقى. ليه؟ لان انا الدقيق مش عايزه اخلطه مع دول، لان انا الدقيق ممكن محتاجوش كله، فانا عايزه العيارات دي تبقى زي ما هي، زي ما انا طلباها. يعني السكر البودره والنشا عايزاهم يتحطوا كلهم مع بعض. لو خلطتهم مع الدقيق انا ممكن محتاجش كل الدقيق، فبالتالي ههدر النشا والسكر هيبقوا مع الدقيق، فعشان كده هنحطهم لوحدهم كده. وبعدين نبتدي بقى نحط الدقيق بتاعنا. طبعا
نجيب بقى الدقيق ونبتدي. هفضل احط دقيق كده لغايه مرحله معينه، مرحله كده يعني هيكون لسه المزيج طري، الخليط بتاعي طري، بس هفصله عشان خاطر احط الكاكاو. ما ينفعش ادي العجينه كفايتها من الدقيق وبعدين اقسمها واحط في شويه كاكاو، مش صح. احنا الصح هنعمله ايه دلوقتي؟ هناخد العجينه قبل ما تكون شبعت من الدقيق وهقسمها نصين، النص اللي هيفضل ابيض هضيف له دقيق لغايه ما يظبط، والنص اللي هخليه اسود هحط له الكاكاو واحط له دقيق بعد كده لغايه ما يظبط. وصلت؟ طيب دلوقتي احنا عندنا العجينه شايفين طريه قوي ازاي، بقدر احط لها شويه كمان، شويه بس كده، دول بس، وبعدين هتفضل طريه بس هفصلها بقى. شوفوا طريه ازاي العجينه، يعني ما اقدرش امسكها، ما اقدرش امسكها طريه خالص. فهاخدها بقى دلوقتي وهي طريه كده واروح اسماها الاثنين. خلاص خلي دي كده وبنحط هنا على طول. بنجيب معلقه ونحط هنا نص الكميه بتاعتنا، شايفين كده، هاخد النص ده كفايه. لا كده تمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحط هنا شويه دقيق وهحط هنا الكاكاو، هاخد الكاكاو واحطه هنا واقلب، وهنا هضيف دقيق كمان واقلب لغايه ما يبقى عندي العجينه المتماسكه اللي اقدر امسكها بايدي، بتبقى تقريبا زي الغريبه. تمام خلاص. وهنا هنزود دقيق لغايه ما يبقى عندي عجينه زي ما قلنا متماسكه. هنطلع دلوقتي فاصل وهنرجع بعد الفاصل عشان نشوف مع بعض هنعمل ايه في الكوكيز بتاعنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي احنا فضلنا نحط دقيق هنا وهنا لغايه ما بقت عندنا عجينه بالقوام ده، وزي ما قلنا ما ينفعش ندي العجينه كفايتها من الدقيق وبعدين اضيف لنصها كاكاو، هتنشف، ما ينفعش. فاحنا بنفصلهم عن بعض وهي لسه العجينه محتاجه دقيق، بحط لنصها الكاكاو والنص التاني بكمل عليها دقيق لغايه ما تكتفي، وبتاعه الكاكاو بكمل عليها دقيق لغايه ما تكتفي. ده احنا كده عملنا زي حبال. هناخد واحدة ونحطها هنا، واحدة بيضة نحطها جنب السودة ونضغطهم كده شوية، بعدين ناخد البيضة ونحطها فوق السودة كده اهو، وناخد السودة نحطها فوق البيضة اللي هنا. فاحنا كده بقى زي ما بنعمل البسكوت بتاع الشطرنج. فاحنا كده بقى عندنا شايفين أبيض أسود أسود أبيض، بخليهم بس كده ايه يعني يضغطوا شوية يلزقوا في بعض عشان مش عايزاهم يلزق ينفصلوا، يعني بس كده بنضغطهم بالراحة خالص. ماشي خلاص كده تمام. نجيب بقى سكينة ناخد حتة كده كده اهو، وبعدين هناخدها بس وهنلويها، يعني يا اما بتبططوها كده زي ما هي، يا اما بس شوية اعملوا لها كده لفة خفيفة، فبيبقى عندنا الشكل ده كده، نص ابيض ونص اسود، شايفين؟ ده اللي احنا هنعمله. كمان واحدة اهي كده، كده
كده اهو، شايفين اهي، شايفين كده، شوفوا اهي. خلاص كده بنحط دي في درجة حرارة 180 لغاية ما تستوي، بتقعد تقريبا من 12 ل 15 دقيقة. تعالوا بقى معايا نشوف الترابيزة بتاعتنا الجميلة. كان المفروض نعمل لكم كرافت النهاردة بس مفيش وقت للأسف، هو كرافت بسيط جدا جدا، بكرة بنعمله مع بعض على الهواء. دي ده الكوكيز بتاعنا بعد ما استوى، شوفوا شكله أهو. فين أروح؟ أهي أهي أهو، ده فين الحاجة؟ أهو شايفين؟ أروح كده، ده شكله. طبعا طعمه لطيف جدا 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 وهيعجبكم. ده الرز المعمر اللي في الفرن لسه ما استواش، وده اللي استوى النسخة اللي عملناها. طبعا لما بنيجي ناكله بقى طبعا الفراخ كلها محطوطة في النص، قشطة وزبدة، مرة مرة كده كل شهر ولا شهرين الواحد ياكله. ودي حلوياتنا اللي كل يوم بنطلع بيها زي ما تعودنا كل سنة، بنحط الحلويات بتاعتنا في الطبق بتاعنا. عندنا هنا الحاجات اللي عملناها من أول آخر 20 يوم. بكرة إن شاء الله هنكون معاكم زي ما قلنا الصبح مع نوجة الساعة 11 وشوية كده، احنا هنطلع معاها، هنديها فرصة بس الأول هي تطلع لوحدها وبعدين هنطلع معاها، وهنشوفكم كمان إن شاء الله في مواعيدنا كلنا أنا وزميلاتي وطبعا الشيف شربيني. بتمنى تكون حلقتنا النهارده عجبتكم. الحلقة هتنزل كمان شوية على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا على الفيسبوك، اللي ملحقش يشوف الحلقة من أولها بيقدر يشوفها الساعة 11:30. وبشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة، وصفات جديدة وأفكار جديدة بإذن الله. باي باي.